ينقلها إلى الأردن أو أي دولة أخرى. وقال أمين في حديث للسومرية نيوز إن طائرات F-16 ستصل العراق في وقت قريب جدا، وهناك قواعد في العراق جاهزة لاستقبالها، مؤكدا عدم وجود قواعد لاستقبال هذه الطائرات في الأردن أو أي دولة أخرى سواء للحالات الطارئة أو لأي سبب كان، لأن قاعدتها في العراق كلفت أموال كبيرة ومن غير المعقول إرسالها إلى دول أخرى. وأضاف أمين إن دخول طائرات F-16 للخدمة في العراق سيكون له دور كبير ومؤثر في قتال تنظيم داعش، وستقلب موازين المعارك ضد التنظيم. أكد اتحاد القوى الوطنية الأحد أن توزيع الهيئات المستقلة على الكتل السياسية سيكون وفق نسب تشكيل الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن الحديث عن توزيع الهيئات قبل عيد الفطر غير صحيح. وقال عضو الهيئة السياسية للاتحاد النائب خالد المفرجي في حديث للسومرية نيوز إن هناك لجنة وزارية مشكلة من قبل نواب رئيس الوزراء صالح المطلق بهاء الأعرجي روز نوري شاويس لإعادة التوازن بمؤسسات الدولة، مضيفا إنه من ضمن عمل هذه اللجنة توزيع رئاسات الهيئات المستقلة. وأضاف المفرجي إن توزيع اللجان سيكون وفق النسب التي تشكلت عليها الحكومة الحالية، مبينا أن الحديث عن توزيع الهيئات قبل عيد الفطر غير صحيح لأن اللجنة الوزارية لم تنتهي بعد من عملها. أعلنت قائمة مقامية